بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله يا حبايبي هنبدأ مع بعض في شرح ليسن 2 في يونت 1 للصف الخامس ابتدائي. هنشرح مع بعض الدرس الثاني في الوحدة الاولى. طبعا احنا اتكلمنا في الدرس الاول عن موقع المعسكر، وعرفنا ان عنوان الوحدة بيقول اد زكان بسيط. النهارده ان شاء الله يا حبايبي هناخد الانشطة اللي احنا بنمارسها في موقع المعسكر. اول حاجة عندي فوق انشطة المعسكر كامبينج اكتيفيتيز. كامبينج اكتيفيتيز، يبقى احنا دلوقتي هناخد مجموعة الانشطة اللي احنا بنمارسها في موقع المعسكر. اول حاجة عندي يطهو وجبة الافطار كوكي بريك فاست. كوكي بريك فاست، كوكي بريك فاست، يطهو وجبة الافطار كوكي بريك فاست. هنا يا حبايبي حرف السي بينطق كي. يستمع الى القصص listen to stories. listen to stories، هنا حرف التي حرف سايلنت، وانا قلت لكم على الحرف السايلنت بكتب فيه صوت. listen to stories، listen to stories، يبقى اي حرف بكتب فوقيه حرف الصاد اعرفه على طول ان هو كده حرف صامت يكتب ولا ينطق. هنا بقول listen ما نطقتش تي. listen to stories، listen to stories. يضحك على النكت laugh at jokes. laugh at jokes، هنا الجي اتش مع بعض كده بنطقهم اف، بقول laugh at jokes. يضحك على النكت laugh at jokes. يتسلق جبل climb a mountain. يتسلق جبل climb a mountain، هنا حرف السي بينطق كي. climb a mountain. يشاهد شروق الشمس watch the sunrise. watch the sunrise، يشاهد شروق الشمس watch the sunrise. watch the sunrise. يلعب كوتشينا play cards، حرف السي بينطق كي. يلعب كوتشينا play cards. play cards، حرف السي برضو يا حبايبي بينطق كي. play cards. يغسل الاواني والطاسات wash the pots and pans. wash the pots and pans. wash the pots and pans. ينظف الخيمه clean the tent. clean the tent، ينظف الخيمه clean the tent. clean the tent. other words، كلمات اخرى. حجره النوم bedroom. بدروم، قمامة لتر، قمامة لتر، نظارة glasses، نظارة glasses، سلة المهملات بن، سلة المهملات اللي بنضع فيها القمامة، سلة المهملات بن. تاني، يطهو وجبة الإفطار كوكي بريك فاست، كوكي بريك فاست. يستمع إلى القصص listen to stories، listen to stories، listen to stories. يضحك على النكت laugh at jokes، love at jokes. يتسلق جبل climb a mountain، climb a mountain. يشاهد شروق الشمس watch the sunrise، watch the sunrise. يلعب كوتشينا play cards، play cards. يغسل الأواني والطاسات wash the pots and pans، wash the pots and pans. ينظف الخيمة clean the tent، clean the tent. ندخل على أزر ويردس تاني. حجرة النوم بدروم، بدروم، قمامة لتر، قمامة لتر، نظارة جلاسز، نظارة جلاسز، سلة المهملات بن، سلة المهملات بن. ندخل بعد كده يا حبايبي على الصفحة اللي بعد كده. طبعا هنا جايب لي مجموعة من الأفعال، وأنا قلت لكم إن أنا طبعا بشرح بالتفصيل، وقلت قبل كده يا حبايبي ان احنا عندنا نوعين من الافعال، افعال منتظمه وافعال غير منتظمه. انا بكرر تاني، الافعال المنتظمه هي افعال علشان احولها لماضي بضيف لها دي او اي دي او اي اي دي، لكن الافعال الغير منتظمه هي افعال تحفظ كما هي، هي افعال تحفظ كما هي. قلت افعال بنحفظها زي ما الكتاب بيجيبها، خلاص يا حبايبي افعال تحفظ كما هي. طيب دلوقتي مجموعه الافعال اللي قدامي كلها افعال منتظمه، يعني افعال بنزود لها دي او اي دي او اي اي دي علشان احولها من مضارع الى ماضي، وقلت الكلام ده في زمن الماضي البسيط، انا بحول في زمن الماضي البسيط. ندخل على الافعال. افعال منتظمه regular verbs، الافعال المنتظمه بقول عليها بالانجليش regular verbs، لكن الافعال الغير منتظمه اسمها ايه؟ irregular. irregular. احنا دلوقتي هناخد افعال منتظمه. يطهو او يطبخ كوك كوكد، كوك كوكد. يستمع الى listen to listen to، listen to listen to. يضحك على laugh at loved at.
love at loved at يتسلق climb climbed climb climbed يشاهد watch watched watch watched يخبز bake baked bake baked كلها افعال بنضيف لها دي او اي دي او اي اي دي علشان نحولها الى ايه الى ماضي. بعد كده يلعب play played play played يغسل wash washed wash washed ينظف clean cleaned clean cleaned يلقي او يرمي drop dropped drop dropped يستخدم use used use used ينادي او يتصل call called call called. بعد كده يا حبايبي ندخل على الجرامر. احنا قلنا جرامر يعني قواعد. هنا طبعا القاعدة سهلة وبسيطة جدا، بتتكلم عن كلمة استفهام، بتتكلم عن question word كلمة استفهام. كلمة الاستفهام دي اسمها هوز. هوز احنا عارفين طبعا ان كل كلمة استفهام لها معنى وبتسأل عن شيء معين. النهاردة هناخد هوز معناها ملك من. ملك من بتسأل عن الملكية، بتسأل عن مالك اللي هو صاحب الشيء، يبقى بتسأل عن الملكية. ملك من؟ يعني أنا عايزة أعرف الشيء ده بتاع مين. خلاص كده يا حبايبي، يبقى هنا هوز معناها ملك من. هوز كلمة استفهام بمعنى ملك من. طيب يعني إيه بتسأل عن الملكية أو بتسأل عن مالك أو صاحب شيء ما؟ إزاي نعمل سؤال بهوز على السؤال عن مالك أو صاحب شيء ما؟ يعني ايه الكلام دي يا حبايبي؟ يعني دلوقتي انا هبسطها خالص. دلوقتي مثلا لو احنا في الفصل مع بعض وانا لقيت كتاب والكتاب ده ما عرفش بتاع مين، مش مكتوب عليه اسم حد، فانا دلوقتي عايز اقول الكتاب ده بتاع مين. هو ده كده الكلام اللي احنا بنقوله على هوز. عايز اقول الكتاب ده ملك مين، علشان اسال عن الملكيه واعرف صاحب الكتاب مين، يبقى في الحاله ديت لازم اسال بهوز. خلاص يا حبايبي هنسال بايه؟ بهوز. طيب انا ممكن اسال عن شيء جمع وممكن اسال عن شيء مفرد. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي بقول لقيت كتاب، طيب الكتاب ده مفرد ولا جمع؟ اكيد مفرد، كتاب واحد. يبقى في الحاله ديت في خطوات لازم اتبعها علشان اسال بهوز عن صاحب الكتاب علشان اعرف ملكيه الكتاب تثبت لمين بالظبط. خلاص كده. طيب ايه هي الخطوات؟ اول حاجه ببدا بكلمه الاستفهام اللي هي هوز. خلاص. بعد كده اسم الشيء اللي انا بسال عليه. يعني انا مثلا دلوقتي بسال عن الكتاب بقول بتاع مين، يبقى على طول هقول بوك بعد هوز. تاني يا حبايبي، اول حاجه هوز، لان النظام بهوز بيختلف عن كلمات الاستفهام الاخرى. هوز لها معاملة خاصة في ترتيب السؤال. اول حاجة هوز، وبعد كده اسم الشيء اللي انا بسأل عليه. لو الشيء مفرد بحط اسم الشيء بعد هوز ايه مباشرة. طيب ايه اللي بعد كده؟ لو انا بتكلم عن شيء مفرد يبقى بعد كده لازم بعد اسم الشيء المفرد اضع از مباشرة. احنا عارفين ان از بتيجي مع المفرد. يبقى اول حاجة يا حبايبي هوز، بعد كده اسم الشيء اللي انا بسأل عليه، الحاجة اللي انا ايه لقيتها، وبعد كده از لو الشيء مفرد، وبعد كده يا اما زس يا اما زت. ما ينفعش احط الاتنين في السؤال. امال امتى اسأل بزس وامتى اسأل بزت؟ لو الشيء اللي انا لقيته قريب مني ومسكته بايدي يبقى في الحالة دي اقول زس، لو الشيء بعيد عني اقول زت. يعني ايه؟ دلوقتي انا لقيت الكتاب والكتاب مسكاه بايدي، هقول هوز بوك از ذس. ليه قلت ذس؟ انا كاتبه فوق ذس قريب. يعني لو الحاجه اللي انا لقيتها قريبه مني يبقى في الحاله ديت اقول هوز بوك از ذس. طب لو انا مثلا شفت قلم في الفصل والقلم بعيد عني، يبقى في الحاله ديت هقول ايه؟ هقول هوز بن الذات. خلاص يا حبايبي، يبقى لو الشيء اللي انا لقيته قريب مني اقول ذس في اخر السؤال، لو بعيد عني اقول ذات. خلاص. احنا هنا هنتكلم عن الكتاب وهنعتبر ان الكتاب قريب مني، هقول هوز هوز بوك از ذس. وخلاص كده احط في الاخر كويستشن مارك علامه الاستفهام. خلاص يا حبايبي. طيب لو انا لقيت شيء جمع زي مثلا المفاتيح،
انا عامله لكم مثال للشيء المفرد ومثال للشيء الجمع. طيب لو مثلا لقيت مفاتيح، برضو انا برضو كنت مع مجموعه من صحابي ولقيت مثلا مفاتيح على الارض وعايزه اسال، اقول المفاتيح دي بتاعت مين؟ هقول ايه يا حبايبي؟ برضو اول حاجه هبدا بهوز زائد اسم الشيء الجمع، يبقى اسم الشيء سواء مفرد او جمع ياتي بعد هوز مباشره. هقول هوز كيز، مفاتيح يعني يا حبايبي كيز، هقول هوز كيز وبعد كده اور. يبقى انا لو بسال عن شيء مفرد اقول از بعد اسم الشيء، لو شيء جمع يبقى اور بعد اسم الشيء. خلاص يا حبايبي، يبقى اول حاجه هوز وبعد كده اسم الشيء الجمع وبعد كده اور وبعد كده يا اما زيس او زوس، ما ينفعش الاثنين، لا هي واحده من الاثنين. طيب امتى اسال بزيس وامتى بزوس؟ لو الشيء اللي انا بسال عليه قريب مني اقول زيس، يعني لو المفاتيح معايا ماسكاها بايدي قريبه مني يبقى في الحاله ديت اقول زيس، لو الشيء بعيد عني اقول زوس. خلاص يا حبايبي، تاني اول حاجه لو انا بسال عن شيء مفرد اول حاجه هوز، بعد كده اسم الشيء المفرد، وبعد كده از زيس او از ذات، از زيس للمفرد القريب واز ذات للمفرد البعيد. لو بسال عن شيء جمع اول حاجه هوز وبعد كده اسم الشيء الجمع وبعد كده ار زيس او ار زوس، ار زيس لو الشيء قريب مني، ار زوس لو الشيء بعيد عني. خلاص يا حبايبي، هو طبعا هنا بوضح لي بمثال بقول لي هوز جلاسز ار زوس، هنا طبعا سالنا بهوز وبعد كده اسم الشيء الجمع، طبعا النظاره، طبعا النظاره تعامل معامله الجمع، النظاره تعامل معامله الجمع، هي نظاره واحده بس ايه تعامل معامله الجمع لانها مكونه من عدستين، واحنا قلنا ان اي شيء بيتكون من جزئين على طول يعامل معامله الجمع. يبقى اول حاجه هوز وبعد كده جلاسز علشان جمع وبعد كده ار، احنا عارفين ان ار مع الجمع، لو هنا شيء مفرد يبقى هنستخدم از، لكن هنا جلاسز جمع يبقى على طول هنستخدم معها ار، وبعد كده زوس، طالما قلنا زوس يبقى اكيد الشيء بعيد عني. خلاص يا حبايبي، يبقى لو الشيء قريب بقول زيس، لو الشيء بعيد بقول زوس، هنا اكيد كده النظاره بعيده عني، يبقى اقول هوز جلاسز ار زوس. طيب هنا هو برد طبعا على السؤال بقول اي ثينك، انا اعتقد زي ار هيرز، ان النظاره ملكها او ماين ملكي او هز ملكه، يعني ايه؟ يعني هنا انا بجاوب اي واحده من دول، مش الثلاثه مع بعض لا اي واحده، يعني بضمير ملكيه، الثلاثه دول كده يا حبايبي ضمائر ملكيه، يعني لو عايزه اقول النظاره ملكها اقول هيرز، اقول ايه يا حبايبي؟ اقول هيرز، لو عايزه اقول ان النظاره ملكي انا هقول اي ثينك زي ار ماين، لو عايزه اقول ان النظاره ملكه يبقى اقول اي ثينك زي ار هز. هو هنا وضح لي ان احنا بنجاوب بضمير ملكيه، ممكن نجاوب بصفه ملكيه بس صفه الملكيه لازم ياتي بعدها اسم، لكن ضمير الملكيه لا يتبع باسم. خلاص يا حبايبي، بعد كده بقول لي دونت بيجي وراها الفعل في المصدر، يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو شفت في السؤال تشوز اللي هو اختر دونت وبعد كده طالب مني ان انا اختار فعل، اختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات، يبقى دونت معناها لا، دونت معناها لا، تعبر عن النهي، تعبر عن النهي، دونت بيجي بعدها الفعل في المصدر، اول ما نشوف دونت مباشره نختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات، يبقى دونت بيجي وراها فعل في المصدر مباشره بدون اي اضافات. هنا بقول لي دونت دروب ليتر، طبعا هنا بقول لي دروب، يعني ما قاليش دروبس ولا قال لي دروبد، يعني بدون اي اضافات، هنا دروب فعل في المصدر بدون اي اضافات، يبقى دونت هنا وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات، don't drop letter يعني لا تلقي القمامة، احنا قلنا ان don't تعبر عن النهي، هنا كده بنهي الشخص اللي معايا ان هو ميرميش قمامة في الشارع مثلا، يبقى don't drop letter لا تلقي القمامة. خلاص يا حبايبي، اللي انا عايزاكم تعرفوه ان don't بيجي بعدها الفعل في المصدر. بعد كده لاعطاء الامر علشان أأمر شخص بأي فعل برضو لازم أبدأ هنا بفعل في المصدر، وطبعا الكلام ده بيعبر عن الأمر المثبت والأمر المنفي، يعني الجملة اللي تحت دي كده أمر مثبت، بأمر شخص إن هو يعمل فعل معين، يبقى كده مصدر الفعل زائد باقي الجملة، مصدر الفعل اللي هو يوز فعل بدون أي إضافات، وبعد كده باقي الجملة زبن السلة. خلاص، يبقى كده أمر مثبت وكده أمر منفي، هنا أمر مثبت
يتكون من مصدر الفعل زائد باقي الجملة. هنا أمر منفي يتكون من don't زائد مصدر الفعل زائد باقي الجملة. هنا الجملة تعبر عن إعطاء الأمر، لكن هنا الجملة تعبر عن النهي. خلاص يا حبايبي، وطبعا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير، لازم يا حبايب قلبي نشترك في القناة علشان يوصلكوا أي درس جديد. يبقى أول حاجة لايك، وبعد كده شير، تفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.